يا اهلا بكل حضراتكم، عوده مره تانية لاخر فقرات حلقتنا النهارده من 10 الصبح في الاهلي. وطبعا زي ما حضراتكم اكيد عارفين ومتابعين، الدوري اصبح على صفيح ساخن والدنيا ولعه بالمعنى الحرفي ما بين من يحاول الوصول للصداره وما بين كمان الفرق اللي بتحاول بقدر المستطاع ان هي تهرب من الهبوط. كل ماتش من الماتشات اللي جايه هي هتكون مباراه قويه جدا، مصيريه الى حد كبير. يعني في امور معينه ان حصلت ممكن بناء عليها او بموجبها يتم قلب الموازين بالمعنى الحرفي لهذه الجمله. عموما كل دي تفاصيل هنتكلم فيها مع ضيفنا العزيز اللي منورنا، دكتور محمود صالح نجم النادي الاهلي السابق. صباح الفل يا فندم، اهلا بيك. اهلا، صباح الخير يا كابتن. وزي ما كريم قال كده وزي ما المصطلح ده ما اعتقدش ليه وصف تاني، فعلا الموضوع دلوقتي او الدوري على صفيح ساخن. لسه في كلام لسه لم يحسم لحد دلوقتي، رغم بقى كلام اي حد عايز يقول اللي يقوله، واحنا بنتكلم في لغه ارقام وعلى الارض. الجونه واسوان ماتشين جايين او يعني متبقيين للاهلي، انا ماليش دعوه بالمنافس هيعمل ايه، بس انا لازم اخش اخد الثلاث نقاط بتوعي في كل ماتش. فخلينا نشوف برضو حضرتك شايف كده رؤيتك للي جاي ان شاء الله ايه. اكيد طبعا زي ما حضرتك قلتي والاستاذ كريم قال، باقي مباراتين فيهم ست نقاط والفرق اربع نقاط، لا زال يعني الدوري ما انتهاش وكل الاحتمالات موجوده واحنا بالزبط. بنلعب لاخر دقيقه من نهايه الدوري، فلا زال يعني في امل، امل يعني لازم نعترف ان هو امل بسيط بس لازم نلعب على الامل دوت. ومع هذا برضو في شويه اصوات من اللي هي ايه انهزاميه حبتين، هو بيقول لك لا الموضوع محسوب واللي جاي ده تحصيل حاصل، تقول لهم ايه الناس؟ بالعكس يعني لو تابعنا او تذكرنا مباراه الزمالك مع سيراميكا، اخر مباراه كانت مباراه صعبه، سيراميكا يعني من الفرق اللي هي كانت يمكن ترتيبها اتحسن شويه مؤخرا، انما كانت بتنافس برضو على موضوع الهبوط وكان موقفها صعب. ولو قسمنا المستويات بتاعه الدوري لثلاث مستويات هنلاقي سيراميكا في المستوى الثالث يعني، ورغم ذلك كان ندي للزمالك وكان في احتمال يعني على الاقل كان ممكن يتعادل في اخر مباراه مع الزمالك. فهي الحسابات والمفاجات وارده، وعلى فكره في يعني مواقف مشابهه وحصل مفاجات كتير مع نهايه الدوري يعني. فالامل موجود، لازم نلعب على الامل لاخر دقيقه. هو يعني انا بشوف وبحب اتابع دايما تصريحات كابتن سيد عبد الحفيظ، هو لما بيتكلم بيتكلم بمنطق جدا وبيسرد وقائع وتواريخ وكل حاجه، وهو تحدث اكتر من مره عن يعني الاخطاء التحكيميه والفار، واللي البعض على الصعيد الثاني بياخدها بيعمل بيها كوميكس وبيتكلم كده، رغم ان هم نفسهم كانوا بيشتكوا، ما بيتكلمش على حد معين بس هم كانوا بيشتكوا قبل كده يعني فيما سبق برضو من الفار والقرارات التحكيميه وغيره يعني، وقال لك في ظلم وبتاع. ماشي، مش ده موضوعنا. موضوعنا دلوقتي ان لما احنا نيجي بقى كنادي اهلي ونطالب في البيان المحترم الاخير ان احنا عايزين حكام اجانب عشان ما نكررش هذه المأساة بقى في الكاس، فبرضو حضرتك بتشوف ده فير ولا بتشوفه ازاي؟ هو في مواقف كتير يعني بعد الانديه طلبت حكام اجانب والاتحاد كان وافق على النقطه ديت، وانا بعتقد يمكن كان نهايه الدوري كان في ظل يعني التنافس الكبير على الصداره وحتى على الهبوط، كان المفروض يبقى الموضوع ده مفتوح. النادي اللي عنده رغبه حق مشروع بالظبط هو بيتولى التكاليف الماديه كلها، وما اعتقدش تقلل من يعني من الحكام عندنا هنا في مصر. انما احنا يعني كن يعني الحكام الاجانب اعتقد بتبقى يعني عندها قبول جماهيري وما فيش شك كبير في مصداقيتها ولا في شبهه انتماء او ولاء او لا. اي اهواء عندهم، لان الناس لا. مش عارفين اصلا اللعيبه من بعض وجايين في مهمه معينه. بالمناسبه احنا عشان بقالنا فتره ما يعني ما تشرفناش باللقاء مع حضرتك، وفي خلال الفتره دي حصلت شويه هرتلات تحكيميه وهرتلات متعلقه بالفار نتج عنها ظاهره كونيه ملفته للنظر، بان احنا شخصيا بنتكلم عنها بقالنا فتره. عايزين نعرف رؤية حضرتك أصلا للأخطاء التحكيمية واللي نتج عن الفار في الفترة الأخيرة، حجم رضاك من عدمه عن الملف ده عموما. بالظبط، أنا أتكلم في النقاط اللي هي واضحة تماما يعني الهدف اللي تم إلغائه. أنهي هدف فيهم؟ أنا بتكلم على طلائع الجيش. أو ده سؤال يعني حلو. أنا بتكلم مؤخرا فيه. يعني على طلائع الجيش لينا ضرب الجزاء. لينا لينا ضرب الجزاء بتاعت اجايف طلائع الجيش، واعتقد برضو كانت في المصري في ضرب الجزاء لاجايف برضو في الاسماعيلي سوري. يعني دول اعتقد واضحين تماما يعني، يعني هو الفار يجي هو جاي عشان يبقى يعني لو في حاجه فيها شك اي اخطاء بشريه بقى بالظبط، وده ورده الحقيقه دي ورده يعني.
مهم جدا الفار يعني نستخدمه في الكرات اللي هي بيبقى عليها جدال واعتقد هو بيوضح لان بتشوفها يعني من اكتر من زاويه. الهدف المرجو منه ولا ده مش حاصل لغايه دلوقتي؟ فكره ان مبدا ناقص. احقاق الحق يتحقق بوجود الفار. لا الفايده منه الفايده منه ناقصه يعني. يعني انا بتكلم على اخر المباريات اللي كان فيها تنافس وكان فيها يعني شك كبير جدا او تاكيد احيانا في بعض المواقف ان اذا كان ضربه جزاء او هدف ملغي. اعتقد دي هي فرصه كويسه بالعكس يمكن تقنيه الفار دي بتدي فرصه للحكم بتسهل له كتير مفروض وبتبقى وسيله للعدل يعني. يعني هي طبعا موجوده يعني ان احنا يبقى بقدر الامكان العدل موجود في التحكيم بين الفرق وبعض عشان ما فيش فرقه تظلم ممكن هدف ملغي يعني يحرمك من بطوله. ده يعني ده وارد جدا وحاصل جدا. طبعا طبعا مفيش شك احنا الفتره اللي فاتت الحقيقه اعتقد يعني كان في ظلم. اعتقد ما استخدمناش تقنيه الفار بشكل جيد واعتقد كانت نقاط واضحه وكانت على الاقل برضه تدينا فرصه كويسه للتنافس يبقى موقفنا افضل وده حق لينا يعني كان المفروض ناخده. كابتن محمود لما اجي اتكلم دلوقتي عن نفسي بقى احنا دايما الاهلي بنتكلم عن نفسنا بصراحه ملناش دعوه بحد رغم ان الحد دايما ليه دعوه بينا بس احنا ملناش دعوه برضه. مين نتكلم احنا كاهلي ونقول كده ونقيم نفسنا. انا دلوقتي داخل وعندي ضغوطات شديده جدا وكل مباراه والتانية تقريبا بتفصلها يمكن 48 ساعه او حاجات زي كده شفنا ضغط كبير واللعيبه على فكره في الاول وفي الاخر دول بشر يعني في نقد كان بيوجه انا مش هقول بس من ناس لا تنتمي للاهلي لا البعض كان بينتمي للاهلي و فين برضو المنطق شوية ممكن يكون غايب إلى حد ما. أنا بتكلم عن لاعب اللاعب ده مش تعبان ده مطحون في الملعب معلش وفي نفس الوقت هو عليه ضغط وفي نفس الوقت هو عليه مسؤولية إسعاد الجماهير اللي هم في الأساس هم الأصل في كل حاجة. طيب أنا كل ده بعمله ما أنا بني آدم في الأول وفي الآخر أنا لا أدي أعذار. تاني إحنا لسه الدوري في الملعب ملوش علاقة خالص بس إحنا بنسرد وقائع موجودة عندنا فحضرتك برضو بتشوف ده بمنتهى الوضوح والشفافية إزاي يعني هل أقدر ألوم أصلاً اللعيبة ألوم الجهاز الفني بتاعي طب إزاي لا مفيش لوم نهائي بالظبط كده. إحنا على مستوى البطولات إحنا خدنا بطولتين أفريقيا وخدنا الدوري وخدنا الكاس وخدنا السوبر الأفريقي وخدنا المركز الثالث على مستوى العالم خمس بطولات محلية وقارية ودي بطولة وكاس عالم يعني. طبعا بطولة كاس العالم دي أعتقد تعتبر بطولة كبيرة اللي احنا حصلنا عليها. مباراة المركز الثالث والرابع كان بالميراس البرازيلي بطل امريكا الجنوبية. حققنا الحمد لله الفوز يعني انا دي انا اعتقد دي فترة تاريخية تحسب للنادي الاهلي حصول على البطولة. بالظبط بالظبط. احنا موقفنا بقى صعب في الدوري حتى لو لا قدر الله ما كانش في نصيب في الدوري العام انما اعتقد احنا مع موسيماني المدير الفني الحقيقه لازم نوجه له كل الشكر طبعاً. والتقدير نوجه كل الشكر باقي الاجهزه الفنيه والاداريه وعلى راسهم طبعا مجلس الاداره برئاسه الكابتن محمود الخطيب. ما فيش شك يعني موسم قوي موسم مضغوط احنا الفتره اللي فاتت ضغطنا بشكل كبير جدا في المباريات يعني كان لينا ظروف غير الانديه بتاعت مصر كلها تماما احنا لعبنا على فكره 17 مباراه كل يومين او ثلاث ايام مباراه فضغوط 17 مباراه متتاليه الفتره اللي فاتت فزي ما حضرتك قلتي برضو هي كلها ضغوط مش ضغوط بدنيه حتى على الجانب النفسي وعلى الجانب الذهني كل يعني اعتقد ظروف صعبه مرينا بيها كل في النهايه موسم رائع نجاح يعني هايل الحقيقه في البطولات اللي حققت ولسه في بطولات اخرى عندنا لسه السوبر المصري والسوبر الافريقي والكاس السوبر الافريقي لبنان هنلعب لسه البطوله الافريقيه الجديده بتكلم على الموسم الجديد لسه الكاس الجديده يعني. والسوبر المصري بس وعندنا فرصة كبيرة يعني للفوز بيه البطولات اللي حضرتك قاعدين بنعددها دلوقتي ان هي في اقل من سنة يمكن 19 شهور خمس بالزبط. او ست بطولات كبيرة دولية وقارية حصل عليها النادي الاهلي في ناس بتشوف ان ده شيء غريب ولافت للنظر فكرة ان انت بتلاعب فرق اقوى بكتير من الفرق اللي انت بتلعبها محليا وبتنتصر عليهم وبتحقق مراكز وبتاخد دروع وكؤوس وبتحصل على بطولات ففي ناس بتشوف انا عارف انا شخصيا عارف ان لكل مقام مقال وكل بطوله وليها يعني ايه حساباتها وليها اوضاعها ولكن في ناس بتلاقي ان انت ده انت عرفت تعمل شغل زي الفل مع فرق افريقيه وفرق قويه وفرق عالميه كمان كما هو الحال في المونديال فازاي الدوري المحلي يحجر معاك؟
ما احنا قلنا هي موضوع الضغوط والمجهود البدني اللي احنا بذلناه في البطولات كلها اللي اشتركنا فيها الحقيقه. تركيز اللعيبه زي ما قلت الناحيه النفسيه مهمه، بتبقى فيها ضغوط، الناحيه الذهنيه بيبقى فيها ضغوط، مش بس مجهود بدني. وحته الضغوط اتحققت قوي في الدوري تحديدا طبعا، يعني سمعت في الدوري اكتر من اي بطوله ثانيه، لان احنا يمكن البطولات اللي فاتت دي كانت ليها توقيت معين، واحنا مع للاسف يعني مع نهايه الدوري اعتقد مجموعه التعادلات اللي تعادلناها هي جت نتيجه للاشتراك في البطولات القويه دي المتتاليه والمضغوطه والمباريات المتقاربه، وخصوصا ان انت برضو مطالب انك تنافس على كل البطولات وتحصل على اغلب البطولات، فدي كلها ضغوط. انا شايف ان احنا ده يعني من المواسم اللي تحسب للنادي الاهلي طوال تاريخه، يعني اذا اعتقد صعب تتكرر، اتمنى انها تتكرر بهذا الاسلوب وعدد البطولات في الفتره القليله زي ما حضرتك قلت في 9 شهور تقريبا، ان انت بتحقق 5 بطولات وقدامك بطولتين كمان تقدر يعني عندك فرصه كبيره انت المرشح للفوز بيهم. لا والموسم هايل يعني بصراحه، هو اللي بيهاجم او بينقد النادي الاهلي او مستواه في الفتره الاخيره اعتقد يعني ده كلام مش منطقي، مش يعني مش عقلاني، خالي من المنطق. لا طبعا لا طبعا لا طبعا، هو مش بس كده كابتن محمود عفوا، يعني عشان الكلام مربوط ببعض، ده لسه كنا بنقول انا وكريم في الانترو برضو عن البعض اللي بيتكلم عن الميركاتو بقى وخاص بالاهلي، يعني ده هيروح، لا ده هم هيبيعوا فلان، لا ده هم عاملين صفقه فلانيه، هو في ايه يعني؟ ما نهدى شويه، وبعدين احنا بنتكلم باسم النادي الاهلي ليه؟ مش النادي الاهلي ليه المنبر بتاعه اللي بيطلع اي تصريح يعني، فلا هو طلع حاجه، سمعنا حاجه النادي الاهلي صرح بيها او مجلس الاداره، فيعني هو في ايه فعلا؟ يعني يمكن وسائل الاعلام المختلفه بتحاول توصل لخبر، بتحاول تعمل اثاره شويه عشان يبقى في متابعه بالنسبه لها، زي ما حضرتك قلت احنا هنا في قناه النادي الاهلي كل كلامنا بنتكلم على النادي الاهلي، يعني ما بنتكلمش على الانديه الاخرى، يمكن فيها قنوات اخرى برضو بتركز علينا اكتر ما بتركز على الانديه الخاصه بيها. خد الحصري عندي، خد الخبر عندي، مش فاهم والله. لا هو كلها الاخبار، حتى لو اخبار انتقالات لعيبه او اي حاجه اعتقد هي بتاخد وقتها وبعد كده بتعلن بشكل رسمي بالظبط، واعلانها في بعض الاوقات يعني وبنتكلم دلوقتي عليه علامات استفهام، انت بتتكلم كمان مش بس اللعيبه مضغوطه بدنيا ونفسيا وغيره، في الفتره دي برضو كل لاعب عايز يثبت نفسه وعايز يكمل وعايز يفضل موجود، فانت لما تيجي تقول اشاعات او تروج كلام زي ده، ما انت عايز تاثر يعني بشكل سلبي على اللعيبه بتاعتي، ما مش حلوه بس يعني. بس الحمد لله مفيش حاجه بتاثر ولا علينا. لا ولا لا الكلام لا. ده بيأثر، احنا عارفين من زمان يعني. الحمد لله. هو السوشيال ميديا بصفه خاصه يعني زودت الطين بله الحقيقه، والنقطه اللي حضرتك كنت بتتكلم فيها دي بموجبها في كوارث كثيره بتتعمل، يعني فكره ان انا اعمل اي حاجه لمجرد ان يبقى عندي عنوان جذاب براق فيعمل لي نسبه مشاهده ونسبه لايكات ونسبه شير، اكاذيب بنلاقيها، افتكاسات بنلاقيها، فنتج عنها بلبله، يعني السوشيال ميديا بدل ما تدعم هذه الرياضه وتزود من محبه الناس ليها، ساعدت على الفرقه، ساعدت على ان يكون في ضغينه، ساعدت على التوقيع بين كيانات مختلفه، فلما الموضوع ده كمان يوصل للبرامج التلفزيونيه بشكلها المتعارف عليه، يعني قلنا السوشيال ميديا اهو كل واحد فاتح كاميرا موبايل ويطلع يطق له حنكين ويعمل فيديو ويحمله، خلاص بيتحمل هو شخصيا مسؤوليته، لكن لما نلاقي ان الاداء ده والجري والبحث عن الترندات وصل كمان لبرامج ومقدميها كمان ناس كبار وليهم ثقلهم، شيء مش يعني مش يتقال عليه مؤسف برضه ولا حضرتك تختلف؟ المفروض يعني يبقى فيها مصداقيه، واحنا الحمد لله يعني بشكركم وبشكر القناه وال يعني المسؤولين عنهم حضراتكم كلكم كل البرامج، احنا عندنا مصداقيه هنا اعتقد مش متوفره في اي مكان اخر، اذا كنت انت بتحاول تعمل يعني بروباجندا كده للقناه بتاعتك او البرنامج بتاعك شويه شويه انت بتفقد مصداقيه وثقه الناس طبعًا. فانت عايز تعمل شعبيه او جماهيريه للقناه بتاعتك او برنامج بتاعك، مع الوقت انت هتبقى هتجيب نتيجه عكسيه معاك. صحيح. ده الخاص بالبرامج، لا يصح الا الصحيح بالظبط، لا يصح الا الصحيح، ده مش بس برامج زي ما كنا بنقول، كمان سوشيال ميديا بتقول كريم حط صورتك يقول فلان الفلان وتصريح، يا عم فين التصريح ده، ما تجيب الفيديو يا عم، مفيش الكلام ده، اي كلام بيتقال. على كل حال فاصل سريع وهنرجع نكمل مع كابتن محمود.
يا اهلا بحضراتكم، عوده لاستكمال حوارنا مع ضيفنا اللي منور الدنيا دكتور محمود صالح نجم النادي الاهلي السابق، واللي يعني بنتكلم معاه عن كتير من الامور المتعلقه بالدوري ومحاوله من ملابسات وتفاصيل كتير. حضرتك كنت يعني في اللينك اللي فات كنت بتتكلم، فقلت ما معناه ان مفيش حد نقدر نلومه، تمام؟ كان في جزء كده من سياق اجابتك على سؤال من الاسئله دي، انا عايز لو تسمح لي يعني نرجع للنقطه دي، مفيش حد يتلام خالص؟ يعني انت شايف ان احنا بكلمك عننا احنا، عن النادي الاهلي. طبعا. هل طبعا طبعا كل الظواهر الخارقه اللي حصلت فيما يتعلق باخطاء التحكيم والفار اللي طبعا قتلناها بحسن، ولكن هل ده معناه ان احنا برضو ما كانش في اي قصور او تقصير من طرفنا احنا؟ هل كان في تراخي في مباراه ما؟ لا لا نهائي خالص. نهائي. كله أدى دوره بشكل كويس، أصلين النجاح محتاج كل الناس أدى دورها، يبقى في تكامل في العمل وفي تعاون في العمل، فأعتقد ده دم بشكل كويس، بداية يعني مع احترامنا الكامل لعمال أوضة النادي لغاية مجلس الإدارة، كله بيأدي دوره، يعني حقيقي يعني كله بيأدي دوره، جهاز إداري، لاعبين، جهاز فني، وإحنا في النهاية حققنا يعني نقدر نقول يعني 90% من اهدافنا مثلا، اذا كنا احنا يعني حاطين كتخطيط ان احنا ننافس على كل البطولات ونحصل عليها نسبه عاليه، يعني انا مش شايف ده في التوقيت ده بالذات والحصول على عدد الكم الكبير من البطولات، يعني ما فيش يعني يعني انا ما شفتش نادي اصلا يعني بجد والله دلوقتي خلينا نفكر مع بعض وحضرتك كلنا في نادي حتى مش على المستوى المحلي حقق البطولات ده اللي هي كده ورا بعض، انا عايز حد يقول لي اسم مثلا. الحمد لله يعني انت في حته برضو تانية، وهنرجع نقول ما بنقولش الكلام ده علشان احنا بنسبق مثلا، لا الموضوع لسه، حتى لو خدنا ان شاء الله الدوري هنقول نفس الكلام، احنا عاملين شوط تاني خالص، احنا في ليفل تاني خالص، ده برضو بالارقام مش كلام وخلاص. وفي نفس الوقت دي رياضه، يعني انا برضو لما اقعد اكسب 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 انا عايز شويه تنافس بقى، انا عايز انافس حد يعني برضو، ولا انا غلطانه؟ زهقت من الصداره يا جماعه، زهقنا من الصداره، عايزين نحس يعني اللي بيحصل حاليا. خلي بال حضرتك من حاجه، اللي بيحصل حاليا في الدوري حلو، احنا عايزين نشوف ده، احنا مش عايزين نكسب بسهوله ولا عايزين نخش ضامنين بطوله، على فكره بالعكس التنافس ده شيء محترم جدا يعني، وبيحقق متعه المشاهده للي بيتابع. انت ببساطه بس يعني وعملت مقارنه بينك وبين المنافسين، لا لا ليفل تاني يعني، ليفل تاني يعني مفيش نسبه خالص يعني مع احترامنا اكيد للكل، بس احنا بنتكلم بلغه ارقام يعني. يعني المنافس التقليدي لحتى الان لم يحصل على بطوله، واحنا حاصلين على 5 بطولات وعندنا بطولتين ان شاء الله، عندنا نسبه كبيره باذن الله باذن الله نحصل عليهم، يعني مفيش نسبه خالص بالعكس. بالمناسبه هل شايف ان هيكون في تحديات في البطولات القادمه مثلا، سواء في الكاس، في السوبر المصري، السوبر الافريقي، في الموسم الجديد بتاعه، هل في تحديات معينه؟ هل في امور معينه لابد من تعديلها قبل ان نخوض غمار هذه البطولات؟ هو احيانا انا بتكلم في الموقف ده، لو لا قدر الله ما حصلناش على البطوله، بطوله الدوري العام دي بتديك برضو يعني جرس تنبيه كده، يعني انك في اكيد في حاجات عايزه تتعدل، اكيد في حاجات عايزه تتطور، اكيد محتاج مراكز معينه، دي برضو هتخليك تدرس الموضوع بشكل جدي وبشكل كويس. يعني احيانا عدم، مش عايز اقول الفشل، هنقول عدم النجاح، بتعيد ترتيب اوراقك وتشوف بقى، هتضطر بقى انك تدرس الموضوع، انما النجاح اللي هو على طول الطريق ده المطب البسيط الصغير اللي احنا تعرضناه بيكون لمصلحتك في بعض الاحيان بشكل طبعًا كبير جدا. طبعًا. صح. هتشوف بقى هتستعين بقى بلعيبه من الخارج، يعني انت طبعا تضع التخطيط، عندنا لجنه تخطيط فيها الكابتن محسن صالح والكابتن زكريا ناصف وطبعا الكابتن الخطيب هو المشرف العام على الكوره، يعني اكيد هيقعدوا مع بعض ويدرسوا كل الامور ديت، و بالعكس احنا ان شاء الله هنكون افضل من كده كمان باذن الله ان شاء الله. وعلى كل حال احنا بس عشان الوقت بيخلص واحنا هنختم حضرتك كابتن محمود، احنا بنتكلم ان دي كره قدم ودي رياضه ومفيش مشكله ابدا تكسب او تخسر مره وتكسب مره او تكسب مثلا 20 مره وتخسر مره، مفيش مشكله لانك النادي الاهلي او اكتر من كده كمان، بس القصه كلها ان يكون في تكافؤ فرص ويكون في عدل، غير كده ما عندناش اي ازمه، ما فيش اي، بالعكس مبروك لاي نادي هياخد اي بطوله، كان مش فكره الدوري سواء احنا او غيرنا، احنا بنتكلم طموحاتنا كده وده اللي احنا عارفينه وده اللي احنا واخدين عليه، ولكن في الاول وفي الاخر احنا نسعد لاي فريق تاني بس يكون فيه عدل وتكافؤ فرص، غير كده ما عندناش يعني، وعلى الارض برضه احكم هل ده بيتم ولا لا. نورتنا يا كابتن محمود حقيقي، وباذن الله خير اللي جاي، وعندنا امل برضه ولسه
في فرصه باذن الله. شرفنا بوجود حضرتك معانا ونرجع نلتقي على خير ان شاء الله. عجبتني جدا الجمله اللي اتكت عليها، قالت لك عادي هتكسب 20 مره وتخسر مره ما فيهاش حاجه يعني ما احناش بعيد يعني. صباح الفل على كل حضراتكم، بكره ان شاء الله قبل دلوقتي بساعتين يتجدد اللقاء وحلقه جديده و10 الصبح في الاهلي. صباح الفل.